بعد صدور نتائج الثانوية العامة، نالت الطالبة جويل ماري صباغ من ثانوية عبد الرحمن الكواكبي المركز الأول بالفرع الأدبي على مستوى محافظة الحسكة. كنت عم بحاول انه قدر الامكان احصل على مجموع يليق بالدراسه اللي انا عم بدرسها، وانه الشيء اللي انا اريد احلم اوصل له، فاجتهدت نوعا ما. انا ما كنت ادرس طول الوقت، كان اخذ وقت استراحه، كان اتسلى شوي لحتى ارفع عن نفسي، لحتى تكون دراستي مركزه وادخل وانا عم بدرس نوعا ما بفرح وسعاده. جويل أكدت أن مسيرة التفوق تحتاج إلى عزيمة وتحديد الهدف والعمل للوصول إليه. كان في كتير ظروف صعبة، من ناحية أنه في كهرباء وما في كهرباء، وأنت بدك تدرسي ولازم، يعني أنه أنا بالنسبة لي أنا لازم أجمع لحتى أحصل على الشيء اللي بدي، بالإضافة لأغلاق المدارس، أنه أنا طريقي للمدرسة كان كتير طويل لحتى أفيق قبل بوقت لحتى أروح المدرسة. كان في كتير ظروف صعبة، بس بالأخير إذا أنا استسلمت للظروف أنا ما رح أصل للي بدي، فأنا كنت حدا نوعا ما مجاهد لحتى أصل للشيء اللي بدي. أنا فخورة كتير أنه أنا ابنة سورية، الشيء اللي أنا يعني سوريا تكبر بشبابها وتعمر بشبابها، وأنا أحد هدول الشباب. أتمنى أنه أنا بالشيء اللي أنا راح أدخله مستقبلا كجامعة أقدر قدر الإمكان أنه أنا أرفع اسم سوريا عاليا. يعني والد الطالبة أكد أن نجاح ابنته وتفوقها حصيلة عمل جماعي ما بين المدرسة والعائلة. كان طموحها كتير كتير كبير، وكنا نحن نحاول نساعدها. طولي بالك يا بنتي، اللي بده ربنا تيسير، وبالنتيجة الحمد لله طلعت النتيجة وطلعت العلامة أنه ناجحة. طلاب رسموا طريق التفوق متغلبين على الظروف الصعبة التي تعاني منها محافظة الحسكة جراء وجود المحتل الأمريكي الذي يسعى لنشر الجهل عبر أدواته في المنطقة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.